عامله ايه؟ عامله ايه؟ ايه ليه؟ اهلين. واو فجأة انا لبنان. ايه؟ كيفك؟ شو الاخبار؟ الحلوة دي. شو هالسوشيال ميديا نايت الحلوة؟ اها ولعتوها ايه؟ واو لك شو مغيرة. الأكاديمية؟ انا من شي جمعة حطيت على تويتر انه في شغلة قدمت انه ما عملتها بالاكاديمية، احذروا شو هي؟ لا ما لعبت بليار. عن جد؟ والله العظيم ما كنت اعرف العب قبل الاكاديمية. انا وهب ولعناها فوقها. لا من كثر ما كنا بنلعب قبل الحكي. انا ما بعرف كيف بدك تتعبوها، ما كنت خبرنا. تمام. علمتني سهيلة هون. اه والله؟ انتوا خبرونا. كيف معنوياتكم؟ ان شاء الله بالارض. واو بالارض. انا حاسسكم هيك داون خيفانين. انتوا خمسه، انا فليت كنت الخامس. يعني انا خامس فليت. يعني انت خرجت سيمي فاينل؟ اه نحن كنا 17 فانا خرجت كوارتر فاينل بس كنت يعني نمبر 5. اه صح. انا بعدين مينا. انتوا منيح؟ الحمد لله. شو بك شو صاير معك؟ هي ماشي حبه صغيره بس خبيناها بهيدي. انت هلا كشفت على انت ضروري تجرسني ضروري فكرت خنجر. لا 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 هي حبه يعني وهيك. انا بكره احذره لو مسافر وين؟ بكره الصبح. عرفتوا ازاي؟ ما عرفت بعمل ايه؟ بس لنا فاهم راح احذره في المزاج. عم بقول عم بحذر انا اكيد راح لمينا طبعا. اه اه عشان عيد ميلاده. كرسان طيب مينا. هابي بيرثداي. كرسان طيب احلى مينا. كرسان طيب مينا. رايح بكره على اسبوع، عندي كم شغله بس انه بيسكلي رايح. بدكم شيء من مصر؟ حدا بده شيء من مصر؟ توصل السلامة بس تروح وترجع بالسلامة. على فكرة انا صرت رايح خمس مرات على مصر. بس هالسنة. الله شايف الناس حلوة مصر. السنة الجاية تجيلي على مصر. والمغرب اجيت على المغرب او لا؟ لا اجيت. يلا اجيت. انا قبل ايه يلا. هلا صار عندي اسباب اضافية. اضافية اضافية. هيك جبت لكم ماشي يعني هودي هيك سوفينير يعني بس عند ثانكيو. دي بتاعت البنات. اه جايب لك الواحد بكيس. اه يلا يلا يلا. اه ذوق حلو قوي. حلو قوي. هو حاجات يعني ارتيزانه لبنانيه. تسلم ايدك. وهول الشباب هيك مهضومين. انت يعني ما حدا بيفهم غيرها 100%. تسلم ايدك. كثير شوي هيك عن لبنان يعني كثير حلوين. بجد والله. ثانك يو حبيبي كلك ذوق. ولا وحشو. ميرسي. انا كثير مبسوط فيكم صراحه، كثير بحبكم كلكم 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 كلكم. اكيد يعني انه ابن بلدي يعني رح نكون كلنا داعمينك بلبنان. ثانك يو حبيبي. توصل وتبيضنا وجهك. مبيض انا اصلا اول. اكيد كثير اكثر ما بتتخيل. ان شاء الله خير. بكره بتطلع وبتشوف. وكلكم يعني كل واحد منكم في كميه سلامات هائله يعني. وحيط الله. اول شيء حنان مغرب مولعتيها. بس بدي اقول لكم شغله بعد ما اخبركم انه انتم قديش مولعين الدنيا برا. بدي اقول لكم شغله صغيره. حنان مولعه الدنيا كثير والناس كلها بتحبك ومبسوطين فيك وكانوا زعلانين انه انت زعلان. فما تزعل. اوكي اكيد بنسلم على فياد لانه عم بيشوفنا اكيد هلا. الحمد لله يا رب. واكيد مش مهم انه اذا واحد وصل للاخر يما هي يما، لانه في ناس بتطلع اول برايم وبتكون انه كثير ناجحه وبتعمل اعمال. يعني هو مهم انه وقتها نطلع من الاكاديميه شو نعمل وما ننغر بالاعداد الفولورز. ونسيم تونس كمان مولع، مش بس تونس يعني كل العالم العربي عن جد كثير مبسوطين منك. وانتبهت انه صابر رباعي كمان كان حاطط لك دعم. ايه مؤخرا من تحيه ل محمد عباس. طبعا ما بدك شهاده يعني عن جد تحفه اللي عملته كثير 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 حلو. والتقدم بالاكاديمي هو المهم. يعني انه واحد يوصل من اول جمعه يكون هو التوب يعني مش مهم كثير قد ما انه واحد يشتغل على حاله ويوصل ويفرجي انه بهذا البرايم اللي انت وصلت فيه قديش صرت متمكن من كل شيء عم تعمله وقديش عم تجيب نسبه مشاهده الاغاني عم تغنيها لانه عم تغنيها كثير حلو. فكمان برافو عليك. وهيدي يعني هيدي عن شهادتي مجروحه اكيد بصوتك بجنن وشعبيتك كثير كبيره كمان برا. بكره بتشوفوا يعني بكره حياه بعد الاكاديمي بتكون كثير مختلفه. وهلا يمكن انتم بتكونوا معصبين انه يا ما زهقتوا يا ما دخلكم يا ما خلص انه حاسين انه قاعدين بتكون تفلوا مثلا. بس بكره وقت تفلوا رح تندموا على كل لحظه ما انبسطتوا فيها.
ورح تشتاقوا ترجعوا مثل ما أنا هلأ رجعت. وأكيد في ناس كانوا كتير حابين أنه يكونوا، لأنه عن جد الأكاديمي فيها شيء غريب يعني، بتفلوا بيصيروا كلهم الناس اللي بالإدارة، الناس الدانسرز اللي بتشوفون، الأساتذة، بيصيروا جزء من حياتكم بشكل غريب فعلا. وأول جمعة بتظهروا فيه، أول أسبوع بتظهروا فيه من الأكاديمي، بتحسوا يعني أنه حتى أهلكم مش عم بيعبوا لكم هذا الشيء، هذا الفراغ اللي حاسين فيه. حتى أهلكم اللي بالبيت اللي أنتم عايشين معهم بتحسوا في فراغ موجود.